عموما هي هو على فكرة هو مصدر فخر للأمين الحالي، يعني هو يعتبر هذا مصدر فخر له وأنه من إنجازاته، ولذلك أنا ما أدري كيف تحول إلى هذا المستنقع وهذه البحيرة. نعم، حتى نحن والله لا نعلم، وأخشى أن الأمين أيضا لا يعلم، ما أدري من يعلم في النهاية. عموما هو أعتقد أنه إذا تمت الأمور كما هي عليه نبغى نتفائل حقيقة، ولكن هو كورنيش المسك وبحيرة المسك، وأخشى أن تصبح مدينة المسك أيضا. دكتور علي، منعت صحيفة الوطن خلال اليومين الماضيين نشر مقال يتعلق ببحيرة المسك وخطة الأمانة في تجفيف البحيرة، ماذا قلت في هذا المقال ولماذا منع من النشر على الرغم من أن الأمور صارت مكشوفة؟ يعني هو حقيقة طلبوا تعديل مني، وحقيقة أنا أتأخرت في التعديل، بس هو حقيقة كان بيقولوا إنه الأمانة نجحت في تخفيض مستوى بحيرة المسك بمقدار 70%. هذا الكلام غير صحيح وغير وارد أبدا. حقيقة اللي خفض هي المياه خلف السد الاحترازي، والسد الاحترازي مع أي مطرة أو ممكن أن يرجع تاني ويتملى بنفس الطريقة، وبنفس الطريقة حيصرفوها على البحر. الموضوع الثاني الغابة الشرقية. إحنا الغابة الشرقية، إحنا لما كنا في المجلس البلدي بنناقش الموضوع قالوا الغابة الشرقية هدفها إنها تجفيف بحيرة المسك وليست هي هدف بحد ذاته. قد تكون الغابة الشرقية غابة فيها أشجار وغارفة الظلال، لكن ما هي المشكلة حقتنا؟ كانت المشكلة الأساسية حقتنا هي تجفيف بحيرة المسك. فإذا كان فشلت الغابة الشرقية وفشلت المشاريع حقتهم في تجفيف بحيرة المسك، ودفعت مئات الملايين من الريالات في موضوع بحيرة المسك، والآن يا أخ علي يفتحوا القناة الشمالية والغربية على البحر. طيب أنتم كنتم من الأساس من البداية كفى الله المؤمنين شر القتال، ما كنتوا أخذتوا الفلوس وهدرتوا المال العام هذا وفتحتوا البزبوز على البحر من البداية وريحتونا، ما كان الدولة صرفت المبالغ البلايين. في نقطة تانية أنا بدي أعقب عليها، ترى ليست البلدية هي المسؤولة فقط، ترى وزارة المياه لها دور كبير جدا. يعني أنا حقيقة للأسف الشديد أنا في محطة المعالجة اللي بيشيدوها الآن جنوب المطار، يعني أنا أوجز خطرها في هذا. لو هم دحين بيحفروا وحاطين ماسورتين أنبوبين كل واحدة قطرها 2.5 متر، يعني تدخل فيه سيارة، هذا حيرفع المياه. هذا إذا كانت معالجة كما يقولون، لا أعتقد أنها تعالج المياه، حيرموها في كورنيش الشمالي في النورس. هذا معناته الشعب التي قدم الدهر البعير، وحقيقة في النهاية حيقفل الكورنيش الشمالي تماما. الشيء الثاني بالنسبة لوزارة المياه، مصلحة المياه والصرف الصحي، محطة وادي عرنة، نعم، اللي كلفت الدولة أكثر من 250 مليون ريال. نعم. إلى يومك هذا يا علي الموية بتخرج سودة وتمشي في وادي عرنة ونهايتها في الطب حيكون في البحر الأحمر. نعم. يا جماعة محطة عمرها ما لا يتجاوز عامين، دفع قدرة المعالجة حقاتها أكثر من 200,000 متر مكعب، مكلفة الدولة 250 مليون. نعم. تصرف نعم. مياهها في وادي عرنة، هل هذا يعقل هذا؟ نعم. ليست البلدية هي المسؤولة، لكن وزارة المياه مسؤول أيضا. راح نكمل يا دكتور، وأنت تعرف أن احنا بادين هذا المشوار من أجل محبة الوطن من فترة طويلة. الحقيقة كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ خالد السليمان، كاتب في صحيفة عكاظ السعودية، وشكرا لأستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي عشقي. وأيضا حقيقة قبل أن أنهي أحب أوجه دعوة، وهذه دعوة مكررة لأمين مدينة جدة، وأي أمين سابق شعر بأننا ظلمناه أو يعني قلنا معلومات مغلوطة، أهلا وسهلا، أبرك الساعات، المنبر منبركم، جاهزين في أي لحظة، هذه دعوة مفتوحة.